مرحبا فيكم مشاهدينا. مسلسلنا لليوم بيحكي عن أخوة أيتام. الأخ الصغير بيكون مريض والأخت الكبيرة رح تعمل المستحيل عشان تقدر تعالج أخوها. مسلسلنا لليوم هو اللطخة، وهو من بطولة الممثلة ميلي سيزن بدور ياسمين إديفار، والممثل بوراك سيفنش بدور جيم ينلماز، وبيشاركهم كمان الممثل تولجا جوليتش بدور محمد، والممثل صلاح الدين بشالي بدور أردا، والممثلة توتشي أتشيك جوز بدور شيرين، والممثل محمد بزدوان بدور بيركان. نوع المسلسل هو درامي رومانسي، والقصة بتبدأ مع ياسمين اللي كانت عايشة مع أخوها في دار الأيتام، إلا أنه بلوغها سنة 18 رح يخليها تطلع من الميتم وتفترق عن أخوها، وهو رح يكون عايش لحاله هناك، وهذا الشي رح يخلي عند ياسمين طموح إنها تحصل على وصايته وتدفع التكاليف عملية زراعة القوقعة إله. وعشان تحقق هدفها بتقرر إنها تدخل جامعة قسم القانون وتركز على دراستها أكتر لتوصل لهدفها بأسرع وقت. وما بتوقف لعند هون وبس، بتقرر إنها تشتغل في شركة تنظيم الحفلات عشان تجمع فلوس أكتر. ومن هون بتبدأ المشاكل مع ياسمين، لأنها ما عندها فلوس كتير لتدفع عملية أخوها اللي بتتطلب أكتر من 8000 دولار، إلا إنه هي وعدت أخوها إنه رح تعمل له العملية بأقرب وقت. وبدأت تدور على حلول، وما لقت الحل إلا غير إنها تتدين من مديرة شركة تنظيم الحفلات اللي تشتغل فيها. أما شيرين فهي صاحبية ياسمين، وتعرفوا على بعض من وقت ما كانوا أطفال في الميتم، وبعدها بيسكنوا مع بعض بنفس الشقة، وكمان بيشتغلوا بنفس شركة تنظيم الحفلات. إلا إنه بعد وقت ياسمين بتصير تشك بشيرين، كيف شيرين بتقدر تشتري أشياء غالية وهي على حد علمها إنه وضعها ما بيسمح لها. والحاجة اللي ما بتعرفها ياسمين، شركة تنظيم الحفلات اللي بتشتغل فيها عندها أعمال تانية مخالفة للقانون، وهي التجارة بالمخدرات والدعارة. وشيرين رح تحاول تخفي عن ياسمين سر تورطها بالأنشطة الغير قانونية، إلا إنها رح تنكشف من بعد ما راحت ياسمين بدل شيرين على حفل كان في أنشطة مخالفة. أما عن شخصية محمد، فهو خارجيا مسوي حاله إنه المساعد المحترم لشخصية جيم بالشركة، لكن هو فعليا بيكون حامل كل الكره بقلبه اتجاه جيم. وحتى على مستوى تصرفاته فهو شخص سيء جدا، وحتى إنه حاول يعتدي على ياسمين في حفل الشركة السنوي، وكانت بوقتها الشركة رح تكون على استعداد لمواجهة أكبر فضيحة، إلا إنه محمد أنكر شو عمل لياسمين، وجيم صدقه وكذب ياسمين إنه فكرها هي من الشخصية اللي بيحبوا يستفزوا الشركة عشان ياخدوا فلوس. لكن بعدها محمد شك وشاف من كاميرات المراقبة إنه فعلا هو حاول يعتدي عليها، وياسمين بتكون صادقة. إلا إنه ياسمين ما قدرت ترفع قضية عليهم، لأنها عارفة النتيجة إنهم همي رح يقدروا يتغلبوا عليها كونهم همي الكبار وهي الصغيرة. أما شخصية بركان فهو الشرطي الفاسد اللي بيستخدم ذكائه في الشر، وهو كمان بيكون أخو سربال مديرة شركة تنظيم الحفلات اللي بيشتغلوا فيها ياسمين وشيرين. يعني في حال لو أجا بلاغ عليهم، على طول بركان رح يدق على أخته ويقولها على طول اهربوا، في بلاغ جاي عليكم، وحتى لو انمسكوا بقدر يطلعهم بواسطته. ولما بركان شاف ياسمين مع المجموعة اللي أجت بالخطأ معاهم، بركان دق على أخته وقعد يحكي لها ما في غير بنت وحدة كانت موجودة على اليخت التابعة إلكم. وهون بوقتها استغربت سربال، فكرت إنه ياسمين بتشتغل من وراها في الأعمال غير قانونية. وبالرغم من إنه بركان شك إنه ياسمين بريئة، إلا إنه سجنها. وهون الأحداث كانت بنهاية الحلقة جدا بتقهر، وكمان رح يبين في أحداث الحلقة الجاية إنه بركان رح يصير يحب ياسمين. تقييمي للمسلسل بعطيه 6 من 10. ليش 6 من 10؟ أولا كحلقة أولى المسلسل كان حلو، لكن في بعض النقاط بيتشابه كتير مع مسلسلات حالية، زي فكرة إنه الأخت بتحاول تحصل على وصاية أخوها. هاي الفكرة شفناها بمسلسل لا تترك يدي.
والنقطة الثانية هو انه البطل بيكون عنده عقدة من انه يكون بدائرة الحب بسبب انه كان شاهد بطفولته على خيانة امه لابوه، وهذا الشيء تماما شفناه نفسه بمسلسل التفاحة الممنوعة. لكن الاحداث اللي ضافوها بحياة ياسمين هو كان اكتر جزء مشوق بالحلقة. اما عن الثنائي فهم عاجبيني جدا، وكمان بالحلقات الجاية رح نشوف كيف الاحداث رح تتعمق بيناتهم اكتر واكتر. اما عن اداء الممثلين فكلهم رائع، وبالاخص الممثلة ياسمين سيزن بدور ياسمين. دورها جدا صعب، عليها انها تحفظ الدور، وطبعا لما تحفظ الدور المطلوب منها لازم تعيشه بكل تفاصيله، ومو بس هيك كمان بيتطلب منها في بعض المشاهد انها تحفظ لغة الاشارة عشان تتكلم مع اخوها اللي بيكون ما بيتكلم، يعني بذلت جهد جدا جدا ضخم. الممثل بوراك تمثيله رائع وبين نفسه تماما كيف هو شخصية غامضة نوعا ما بسبب الماضي، وكمان ناجح بشغله وبنفس الوقت عصبي. اما عن الحوارات بين شخصيات المسلسل فهي متوسطة مقارنة مع بعض المسلسلات الحالية اللي فيها حوارات جدا قوية. مسيء المشاهد التصويرية بالنسبة لي هي نوعا ما وسط، لكن الحلو فيها انهم استخدموا نمط ما بيتم استخدامه كتير في المسلسلات سواء الحالية او القديمة، كمان بنفس الوقت هو نمط مناسب لأجواء المسلسل، وكمان الموسيقى الخارجية اللي استخدموها كانت حلوة جدا، والإخراج ممتاز جدا وذكرني بأيام مسلسل الطبقة المخملية لأنه هو من نفس المخرج اللي اسمه ميتن بليك أولو. إذا عجبتكم مراجعة مسلسل اللطخة لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة عشان يوصلك كل جديد. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلك كل ما هو جديد.